إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من أمام مركب محمد الخامس اللي كيشهد واحد الحركة غير عادية بمناسبة المقابلة اللي غادا تجرى على بعد ساعة هناك بقطر. فهادو كاملين مشجعي لكرة القدم، مشجعي للمنتخب الوطني، كي اللي خلى الخدمة ديالو، كي اللي خلى الدراسة ديالو، فجاو لهاد الفان زون الخاصة بإحدى الشركات الخاصة بالاتصالات من أجل تشجيع المنتخب الوطني. فقط غادي نعطيكم التشكيلة ديال المنتخب اللي ما شهدتش الجديد. في حراسة المرمى هناك بونو، حكيمي، سايس، أجرد، مزراوي. وسط الميدان أمرابط، سليم، أملاح، وعز الدين أناحي. الهجوم بوفال، زياش، والناصري أو النصيري. لا جديد في التشكيل ديال المنتخب الوطني، فقط هناك لاعب واحد اللي خلق لي أنا شخصيا ارتباك كيف خلق العديد من المغاربة، اللي هو أمرابط، اللي صراحة خاص المنتخب الوطني أنه يفكر في شي لاعب. خاص اللاعب آخر اللي خاصو يساند أمرابط، لأنه ما كيزرعش الراحة النفسية للجماهير للاعبين اللي معاه. فاللاعب الوحيد اللي ربما كيشكل مصدر قلق لجميع المغاربة، فغنتكلم على أمرابط. أمرابط اللي نعاود لكم تشكيلة مشاهدي قناة شوف تي في بأن هناك لا جديد في التشكيل الرسمي باش غادي يدخل المنتخب الوطني. في حراسة المرمى ياسين، بونو، مزراوي، حكيمي، زياش، أجر. وسط الميدان أمرابط، عز الدين أناحي، و سليم أملاح. الهجوم النصيري، بوفال، زياش. هذو هما اللاعبين. كيف قلت التشكيلة متوازنة، ولكن فقط لاعب واحد اللي ربما يقدر يكون سبب في مشاكل ديال المرض السكري والقلب اليوم هناك بقطر. لاعب أمرابط اللي قلت في أن المقابلة الأخيرة اللي دخل في الشوط الثاني، أنا صراحة كنفضل جبران لأنه لاعب بالمقدور ديالو أنه يقوم بالواجب. أمرابط في المقابلة الأخيرة خلى واحد القلق كبير عند المغاربة في الدخول ديالو في الشوط الثاني، فأعطى جوج ديال التمريرات كلهم مشاكل للحارس. الأداء ديالو ثقيل 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 جدا، ما كيعرفش يخرج الكره، يلعبها للهجوم. الكره العرضيه هي اللي كيلعب، اما الكره اللي خاصهم يمشيو للمربع العمليات ما كاينش. فلاعب صراحه انا كيقلقني، كيعصبني كيف كيعصب بعض المغاربه. انا نفضل اي لاعب الا أمرابط في هذه المقابله، لان اللاعبين ديال الهجوم ديال المنتخب الكرواتي فاسرع. لا جديد، لا جديد. يسري مسالي، الباترون دخل. يلا 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 يلا
فبخصوص اللي كيتسائلوا على غياب اللاعب محمد الله، فما شي غياب وفقط غادي يبقى كجوكر، يعني غادي ربما يعتمد عليه المدرب بينا في الشوط الثاني. ما ننساوش بان التشكيله اللي داخل بها المنتخب اليوم لعبت العديد من المقابلات الرسميه لا في الاقصائيات، فربما تشكيله فقط لاعبين اللي ما كانوش فيها، زياش والمزراوي اللي ما كانوش في المقابله الاقصائيه، فمن غير هاد اللاعبين فالمجموعه شاركت في العديد من المقابلات، مفاهمين عارفين اشنو كاين، فقط بان حمد الله فربما يقدروا يعتمدوا عليه في الشوط الثاني. ما نساوش بان النصيري كيقوم بواحد الدور اخر اللي هو كيعاون كيطلع المهم عنده واحد الامتياز حمد الله، فاكيد انه غادي ياخذ الفرصه ديالو اليوم في المقابله. احنا ما كيهمناش حمد الله ولا قدر الله، فاحنا كنتمناو ان فقط المنتخب الوطني يفوز اليوم، اليوم خاص الفوز، لان اليوم امس شاهدنا اللاعبين السعوديين قدموا مقابله بطوليه بدون اي مركب نقص، بكل ثقه في النفس، بمدرب اللي سبق له شرف لي شرف التدريب ديال المنتخب الوطني، نفس الاداء نفس القتاليه، فقط اللي خلنا هو الحظ والتحكيم السيء في كاس العالم روسيا 2018. ف بامكان المنتخب المغربي الى لعبوا رجال ولا تقاتلوا انهم يفوزوا بالمقابله، وكاين جميع الحظوظ. فاليوم العديد يعني من التلاميذ من طلبه من النساء والرجال، فكلهم كيحاولوا انهم يدخلوا لهذا الفضاء المخصص هنا بمركب محمد الخامس لتشجيع المنتخب الوطني، وضع شاشه كبيره، فاحنا جينا فقط باش نقربوك من الاجواء اللي كتسبق المقابله هنا بالمغرب بمدينه الدار البيضاء. إذن المقابلة قلت بأنها غدا تجرى على الساعة 11 إن شاء الله، مازال بلا تنشوف شحال الوقت، تقريبا مابقاش بزاف، بقى واحد 55 دقيقة بالضبط وغدا تعطل انطلاقة ديال المقابلة هناك بالدوحة. فأنتم على قناة شوف تيفي، فهناك بث مباشر من أمام الملعب اللي فيه المقابلة ديال المنتخب الوطني، هناك كذلك بث مباشر مع الجماهير المغربية هناك بقطر، ف كاينه تغطية في جميع المدن المغربية وكذلك هناك بقطر على قناتكم شوف تيفي. فنتمنى واحد سعيد، ونتمنى فقط لاعب واحد انه يكون مزيان اليوم، لان اللاعب واحد يخلق لي الرعب وخلق العديد من المشاهدين ديال كرة القدم المغربية هو أمرابط. هذا اللاعب اللي ما كيعطيكش الثقة كيخليك دائما لاعب وخايف، فنتمنى ويكون خير ان شاء الله. تبارك الله عليكم.